بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن هناك خمس خصال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن تدركهن أمته. نستمع جميعا شرح الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى لهذا الحديث. فيقول ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعد من الأحاديث الجوامع في بيان عقوبات الذنوب، ولا سيما الذنوب التي يستفشي أمرها في الناس ويكثر ظهورها بينهم، فإن الظهور العام للذنوب من أسباب العقوبات العامة وفي هذا الحديث تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدرك أصحابه رضي الله عنهم هذه الأمور. وإذا كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من إدراكها دون أن يقع فيها المرء، فكيف الشأن بالوقوع فيها والانغماس فيها والعياذ بالله؟ ولهذا فإن الناصح لنفسه يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرور كلها والذنوب بجميع أنواعها، ويسأل ربه أن يعيذه من شر نفسه وشر الشيطان، وأن يعيذه من شر الأعمال وسيئ الأعمال، ويسأل ربه تبارك وتعالى التوفيق لصالح الأعمال وسديد الأقوال. ذكر عليه الصلاة والسلام خمس خصال مشينة خطيرة إذا شاعت ترتب عليها مضرات عظيمة جدا. الأولى قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. ظهرت الفاحشة أي الزنا ومثله وأقبح اللواط. إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، أصبحت تمارس ليس بالخفاء وإنما لها أمكنة ولها دور ولها محلات تقصد وتعرف بذلك. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع،
التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أن ينشأ فيهم أمراضا غير معروفة ولا مألوفة ولا معتادة ولا سمع بها قبل ذلك. ومثل هذه الأمراض لم يكن قبل ذلك وجود لها، فلا يكون لها أيضا تجربة سابقة في علاجها، لا يكون هناك تجارب أو تجربة سابقة في علاجها لأن أمراض جديدة. وتكون أيضا مستشرية ومستعصية، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لما متع هؤلاء أبدانهم متعة محرمة ولذذوا أبدانهم ملذة أو تلذذا محرما، عوقبوا بجزاء من جنس العمل، فبلاهم الله سبحانه وتعالى بأسقام في أجسادهم وأمراض في أبدانهم، فاستحالت اللذة إلى سقم وألم ووجع وغصص ونكد. وهذه عقوبة معجلة في هذه الحياة الدنيا، وأما عقوبة الآخرة فأشد وأنكى وأعظم وأفضل، لكن هذه من العقوبات المعجلة لمن كانت هذه حالهم والعياذ بالله ظهور الفاحشة فيهم واستعلانها في مجتمعاتهم، إلا بلاهم الله عز وجل بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الثانية: ولا نقص قوم المكيال والميزان. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وهذه عقوبة أيضا من جنس العمل، لما كان العمل نقصا في المكيال وإجحافا مع الناس وهضما للحقوق وأكلا لأجزاء من أموالهم بالباطل، بلاهم الله عز وجل بالسنين وهي الشدة، بجفاف الأرض ونضوب المياه وحصول القحط والجد وشدة المؤونة، يعني المعيشة تشتد عليهم وتضيق أحوالهم وأمورهم، وجور السلطان أي يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من السلاطين من يجورون في التعامل معهم، مثل ما كانوا هم يجورون في التعامل مع الناس. فلما كان تعاملهم ظلما وجورا يسلط الله عليهم من الولاة من يعاملهم بهذه المعاملة. وهذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا شاع الظلم في المجتمع والتعدي على الحقوق تكون العقوبة من جنس ذلك، أن يولى على الظالم ظالما. فمثل ما يتسلط هو على الناس ظلما يسلط الله سبحانه وتعالى عليه ما من ذلك عقوبة له، عقوبة له. قال: وما منع، وهذه الثالثة: قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وزكاة المال فريضة، وهي كما هو معلوم قرينة الصلاة وركن من أركان الإسلام، وهي زكاة لأنها تزكي صاحب المال والمال نفسه، وتكون سببا لزكاة المجتمع من الغل والحسد وغير ذلك.
ففيها من معاني التزكية الشيء العظيم. فإذا منع الناس الزكاة عوقبوا بجزاء من جنس صنيعهم، فإذا منعوا الزكاة منعوا القطر، إذا منعوا فضل مالهم أو قليلا من مالهم أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم في كثير من المال الذي أعطاهم الله إياه، تكون العقوبة منع. فلما كان صنيعهم منعا كانت العقوبة منعا. قال فلولا البهائم لم يمطروا، يعني إذا نزلت الأمطار في بعض الأحيان فهذه ليست لهم وإنما للبهائم، وما يحصلونه من الماء هم فيه تبع للبهائم، هم فيه تبع للبهائم، لولا البهائم لم يمطروا، لكن هذا القليل الذي ينزل هو للبهائم وهم فيه تبع لها، وهذا عقوبة لهم للمنع. لما كان صنيعهم منعا كانت العقوبة كذلك. ولا خفر قوم، وهذه الرابعة، العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، إذا نكثوا العهد والأمان الذي التزموه وأخلوا به كانت العقوبة أيضا من جنس ذلك، يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، أي عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم. والخامسة وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأيضا هذه عقوبة عظيمة يصبح فيها التفكك واختلال الأمن وشيوع الفوضى ومفاسد كثيرة ومضار عظيمة، وهي تكون عقوبة لهم من الله بسبب تفريطهم في إقامة شرعه جل في علاه. نعم.